هطلع الايه الراجل اللي قال الكلام ده يلبس ايه جلابيه. تمام اوكي. طيب تعالوا بقى مع بعض نعمل الايه مع بعض السايزنج في حاجه في البنت دي لايت الاول ولا اول حاجه لايت احنا كده قلنا السايز ده هو المسؤول ده كان باخد دايما الانت من النهايه لنهايه الطرفيه الشبكه لغايه بدايه الشبكه ابتدي من هنا هنا ياخد كام بوصه؟ واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا هنا واحد ونص واحد ونص واحد وربع ثلاثة. طب هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد وربع واحد وربع كويس كده. طب هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد وربع هنا واحد ونص هنا هنا كام؟ اثنين ونص دي بوصة اثنين ونص واحد ونص متأكد؟ أنا عارف نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 بقى 2 ونص صح؟ طيب هنا 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 طب هنا 2 ونص نفس الكلام. طب هنا كام؟ 2 ونص يشيل غير كام؟ 30 طب هنا؟ 2 ونص لان 2 ونص بوصة العدد كام؟ كله كام رشاش؟ 25 رشاش يبقى الماكسيمم بتاع حرارة البرانش 2.5 انش يبقى لو حبيت هتبقى تحط كنترول زون ستيشن يبقى الماكسيمم سايز بتاعها 2.5 انش أو الثلاثة ونص بوصة مش موجود في السوق المصري بكافة يستخدم أربعة تمام؟ وممكن تاخد الثلاثة وتعمل هدول التبريش لا خدناها بدور أربعة تمام؟ احنا كل ده كده شغالين بالجداول طيب بس كده بص يا دكتور بعد كده يعني احنا كده لما بنيجي نعمل عملية فرد الكابلات بتاع السبرينكلر نبدا ناخد عن المواسير بتاعت ونمشي لغايه اخر نقطه اطلع لحد بدايه النقطه طيب نكمل يا جماعه مش بالبنسيل من فضلكم من فضلكم ده ايه ده تقول لي هذا نفس الجدول في جدول تاني بس ظريف كده اهو بناخده او هناخده بكره اللي هو ازاي تحسب كميه الميه بكره بعد ما هنحسب برضه هنتعرف في الجزء بتاع المانيوال بس اللي هو الكالكوليشن مانيوال والجرين سوفت وير الجرين سوفت وير بيطلع لي الجي بي ام والهيد برضه حسابات المانيوال والجي بي ام والهيد بعد ما تطلع التوتال هيد اللي محتاجه الهوم او التوتال هيد اللي محتاجه السيستم كويس التوتال هيد اللي محتاجه السيستم كويس بضربه المده الزمنيه من الجدول ده بيديني اهو المده الزمنيه 30 دقيقه اللايت هازارد اللي هو ديلي هازارد من 60 ل 90 الاكسترا هازارد من 90 ل 120 واللي هو طبعا والجدول حضرتك موجود في كل موجود هو نفس الكلام تمام 30 دقيقة 60 90 دقيقة 90 ل 120 دقيقة تمام بنضرب في المدة الزمنية اللي موجودة محتاجة السيستم معا كمية التوريد بتطلع كمية المية المينيمم كاباسيتي اوف ووتر تانك تمام محتاجها للمزود ويبقى كده هو خلصنا الجزء بتاع الجزء بتاع الجزء هنتكلم عليها بكره يا دكتور ولا ما هنشرحها بكره انا بدي بس هنت على بكره يا اهم حاجه انا بدي هنت على بكره فايسه في حضرتك جهز نفسك من فضلك بكره هناخد من حضرتك هنشوف توزيع الرشاش عشان نصلح مع بعض
حاول بقدر الامكان ان انت ايه تعمل اكبر كم من الديفرنت تمام عشان نبتدي نشوف الاخطاء ونبتدي نصلحها معاك تمام. انا مش هاخد اللوحه في يوم السبت، هاتها معاك السبت تيست يا دكتور ان شاء الله. اه سبت تيست بس هاتها مع حضرتك بكره عشان نصلح عليها. حضرتك ممكن تستيش الكيس بس جاست وان لكن كله سبت. يعني كل عندي الوقت بتاع زي 10 ساعه ونص. اه ما شاء الله. اه طب لغايه لما تيجي للفوق ساعه ونص. ساعه ونص يعني الكباس اللي خدالها دكتور يغطي الساعه ساعه ونص اللي في الحمام كويس اكتر من 4 متر ونص. حط السرير متر مربع تمام. حط عشان الدراي اريا يعني مش المنطقه اللي فيها دي الكومبينيشن. اه اه اي المنطقه بعد الكومبينيشن دي بتسميها دراي اريا. كويس البانيو البانيو ويت اريا برضه مستورد. اه غير معانا المنطقه اللي فيها دي اللي هي البابك البابك يعني تمام. يعني 4.5 ما ينفعش اكتر من 4 اكتر من 4 من 4 ونص كما فوق يبقى حط فيها الشاشه الدراي اريا ده الجزء. طيب مربع 4.5 مربع سهل. خلينا نخلص بس ايه الكورس وهجاوب على حضرتك. دلوقتي احنا بنتكلم على الحسابات الهيدروليكيه صح؟ تمام. طيب جميل قوي. جينا عملنا على الجزء بتاع التوزيع بتاع الرشاط والبايب سايز كويس؟ طيب انت في طريقتين للحساب الحسابات الهيدروليكيه وتوزيع الرشاشات سوري مش توزيع والبايب سايزنج نفسه كويس. الطريقه الاولانيه بنسميها بايب سكيدول ميثود. احنا عشان ادخل في الكونفيجريشن لازم ابقى اعمل بايب سكيدول ميثود. جميل. بس سؤال، تقدري تعملي حضرتك او تقدر تعمل حضرتك المواسير اهي تستخدم في الاول في السايزنج بتاعك بايب سكيدول ميثود؟ مفيش مشكله. ايه فكره البايب سكيدول ميثود؟ البايب سكيدول ميثود ما بتعتمدش على الحسابات الهيدروليكيه وبتعتمد على الاكسبيرمنتال وورك. اللي انا فيه جه لي قال طب يا جماعه نفرض ان انا مثلا في موقع، موقع من المواقع وما معيش حسابات ولا معايا جداول ولا معايا حاجه. كويس؟ ازاي احط كام رشاش على المواسير مثلا او السايز ده ياخد كام رشاش؟ فابتدوا يعملوا حاجه اسمها سيمي امبيريكال فورمولا خلاص يعني اللي هي ايه جزء منها اختبارات وجزء منها بتاع وطلع في النهايه طلع جدول. الجدول ده قال والله ده ايه ده فور سيفتي السايز الواحد بوصه يشيل كام رشاشين، السايز الواحد وربع يشيل ثلاثه، الواحد ده من الكلام بيتكلم على بايت هازارد اللي هو مين هازارد بيختلف الاكسترا هازارد بيختلف. طب تمام الاكسترا هازارد لو لقيت اكسترا هازارد يبقى لازم حسابات هيدروكيه على طول. يعني في البايب سكيدومتر بتستخدمها في اللايت هازارد والاورديناري هازارد. طيب طب انا دكتور مش عارف الحساب بقى اقول لك ايه. اه ممكن تستخدم البايب سكيدول ميثود تحط السايزنج بتاعك على المواسير وبعد كده هو تيجي على الماسوره الاخرانيه مثلا تقدر تجيب السيف طلعت مثلا 3 بوصه كويس. طب 3 بوصه دي هتبقى مكلفه، هل ينفع اعملها 2.5 بوصه؟ اه مفيش مشكله ولكن لازم تعمل ايه؟ حسابات هيدروليكيه. جت منين القصه دي؟ جت منين الحدوته دي؟ جت من ان فاكرين الايكويشن بتاعنا الكيو بتساوي الجي في جذر دي؟ دي جيج. طيب المينيمم المينيمم بريشر مينيمم ريزيديوال بريشر عند الرشاش كام؟ 7 بي اس اي ده بيساوي 7 بي اس اي او نص بار ده الرشاش العادي. انا بتكلم كل ده على الستاندرد سبيكتر يعني لكن الاي اس اف ار ممكن يشتغل 3 بار مينيم كويس لكن بالنسبه في انواع الرشاش بتشتغل الاوبريتنج بريشر كذا بس اقول المينيمم كام؟ سايد وول ستاندرد سايد وول سبيكر اه زي الابرايتنج بريشر بس مش في مش في المسافات لكن هو اوكي زي في 0.5 بار 5.6 اه 0.5 بار و7 بي اس اي ولكن ما عدا لو اكستندد كفرج
كويس. لما نقول اكستندد كفر سواء ابرايت او بندد او سايد وول، لا يبقى لازم اوبريت البريشر بتاعه بيعلى. ليه؟ عشان يدي مساحه اكبر. بالضبط. طيب عايزين نشرح الحته دي. طب لما نيجي نقول مثلا، طب بديك نحسبها كده، هو الكيو بتساوي كام؟ المينيمم بتساوي كام؟ 5.6 في جذر السبعه بتساوي كام؟ 14 تقريبا ونص، او 14.8 جالون في الدقيقه، جالون بير مينت، يعني تقريبا 15 جالون في الدقيقه، صح كده؟ 15 جالون في الدقيقه. طب جميل قوي. ايه الاختلاف ما بيننا وما بين الصحي؟ اختلاف ما بيننا وبين اي اعمال صحيه او تكييف او الكلام ده كله، ان لازم ال 15 جالون في الدقيقه دول المينيمم. المينيمم انا بقول يبقى هنا 15 وهنا 15 وهنا، كل رشاش ينزل 15. ليه؟ عشان يبقى معدل التبريد واحد بالنسبه للايه؟ الحريقه. ما ينفعش هنا معدل التبريد عالي وهنا معدل التبريد واطي. كويس؟ يبقى النار هنا هتعلى والنار هتطفي، بس في النهايه هتبهدل الدنيا. يبقى انا لازم معدل التبريد يبقى ايه؟ واحد. طب جميل. طب ما تيجي كده ايه؟ نجرب. لو انا جيت قلت نقطه واحد اثنين، او كان خليها اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، استاذنكم بس صفحة. طبعا الشابتر شابتر 6 هو الايه؟ الكتاب بتاع الايه؟ الحسابات. تمام؟ نفتح صفحة 163 و 100 لغاية 166. يعني بتفتح مع بعض. يعني ايه؟ هتلاقي الحسابات الهيدروليكية لسه زي كده. ايه جينا هنا مخزن؟ باشمهندسين معلش انا هنا مخزن يا جماعه. المخزن ده موجود ايه؟ موجود فيه رشاشات. كويس كده؟ طيب هل يعقل ان انا اما اجي احسب الحسابات بتاعتي او الهيدروليك كالكوليشن بتاعي افتح الرشاشات كلها؟ يا نهار اسود، الرشاشات كلها لقيت السي فيها 1000 رشاش، يبقى انا كده عايز ميه البحر. كويس؟ طيب ميه البحر الله، يبقى 1000 رشاش، 1000 رشاش في 15 جالون في الدقيقه، ب 15000 جالون. يا حلمي ده انت كده ما عايز
رقم ضخم من الايه من الميه من الاستورج ل 15000 جالون في الدقيقه. امال تخيل بقى انت لو في الساعه اضرب بقى 15000 جالون في عدد مش فاهم في 60 فيبقى ايه عندك حجم المبنى ميه فما ينفعش. طب هنا الكود بيقول ايه؟ الكود بيقول تمام انا هعملها بطريقه كده ظريفه جدا يا جماعه. ايه هي؟ قال لك الماكسيمم بروتكتد اريا هنا بقى الكود بيقول ده ماكسيمم بروتكتد اريا ماكسيمم بروتكتد اريا بتساوي ايه؟ قال لك في اللايت اند اوردينري من كام؟ من 1500 قدم مربع الى 2500 قدم مربع. كويس؟ من 1500 ل 2500 الاكسترا عدد اكسترا من كام؟ من 2500 فيت سكوير الى 5000 فيت سكوير. من 1500 ل 2500 من 2500 ل 5000. يبقى هنا هو الكود قال كده. قال ايه بقى؟ قالوا طيب يبقى احنا نظام السبرينكلر سيستم او نظام الرشاشات امتى يبقى فعال؟ امتى يبقى فعال؟ قال لك والله ان يبقى الحريقه عندنا لما بتبتدي تشتغل بتبقى زي البيت صح؟ اقدر اطفيها بكميه ميه مظبوطه، لكن لو بقى جاينت ولا ميه البحر خلاص مبنى مرض تمام. يبقى احنا هنا هو بنقول ده ماكسيمم بروتكتد اريا اللي السبريكلر سيستم يقدر يطفيها مره واحده وبيبقى